السلام عليكم الخوت، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم الخوت غادي نتناقلوا ولا غادي نتناولوا الخبر اللي متناقلين تقريبا جميع الجرائد هنا في اسبانيا، هو يعني الخبر ديال المغربي اللي في مورسيا اللي تم استغلال 25 يعني مهاجر غير شرعي، استغلهم بابشع الطرق يعني في واحد العمل يعني ما كيتوفرش على الشروط ديال الكرامة الانسانية ديال اي عامل. يعني الخوت هذا هاد الخبر كما كتشوفوا، هذه جريدة الاسبانيول، هذه جريدة يعني تقريبا هاد الخبر هذا ماشي غير في هاد الجريدة، غير هاد الجريدة تناولته بهاد الطريقة هذه يعني بطريقة مفصلة وشرحت جميع يعني الاستغلال اللي مر والاستغلالات ديال قبل. غادي نحاولوا الخوت اننا نشرحوا هاد الخبر هذا. واحد المغربي يعني من اصل مغربي كيسكن في مورسيا، فكيقوم عنده شركة اوتونومو ديال الملابس المستعملة، يعني كما كنقولوا حنا البالة ولا الخردة، يعني كيجمع الخردة من هنا، الحوايج الخردة، وكيديها لواحد المقر ديالو، يعني واحد الماسين واحد الكراج كبير، وشاد والخدامة ديال داك الكراج كامل. يعني ما هاد العمل هذا حنا معروف البال يعني الفلوس اللي كيدخل، ومن هنا الحوايج يعني كياخدهم فابور، زائد انه كيسترها من الدول الافريقيه، شمال افريقيا، المغرب والجزائر والسنغال وموريتانيا، يعني بواحد الثمن كبير، يعني كاين واحد الربح كبير. لكنه يعني كما كنعرفوا حنا العرب ديالنا، ف كيبغيو انهم يستغلوا الاخوان ديالهم. ف يعني الخبر كيذكر بان بعض الاخوان يعني 25 مغربي مشى عزل غير هذوك اللي يعني ما عندهمش الوراق، وهذا ماشي عيب يعني اللي ما عندهمش وراق يخدموا، بالعكس يعني بالعكس راه كان كو كان كيعطيهم حقه ما نقولوا بان راجل مزيان كيتعاون مع ولاد بلادو الى اخره، لكن انه كان كيخدمهم بجوج الاورو للساعه، جوج الاورو للساعه يعني تقريبا بحال المغرب، بحال فلوس المغرب بحال هنا، بحال يعني ما كاين لا اوروبا، بحال ما كايناش، هذه ماشي دوله اسبانيه، ما كاينش حقوق العمال هنا في اسبانيا، ما راك ماشي في دوله اوروبيه، راك ماشي في دوله ديمقراطيه، يعني استخدم عليهم الظروف ديال العمال ديال المغرب. المهم الخوت نحاولوا اننا نترجموا الخبر، ها هو نحاولوا نترجموه باش يعني نفهموه كاملين. يعني المغربي من مورسيا الذي طارد مغاربه غير شرعيين اخرين لاستغلالهم هكذا فعل ذلك لمده، لقد عملت لمده عامين بدون عقد وما زلت بلا اوراق، تندد عزيزه وهي امراه في العشرين من عمرها تستخدم كقوه عامله. المهم الخوت نحاولوا باننا الخبر انني نذكر لكم في التعليق على الفيديو، نحاولوا ناخذوا يعني الفيديو اللي خداته الشرطه الاسبانيه، نحاول انني نحط لكم الفيديو. هذا هو يعني هذا هو التدخل ديال الشرطه، هذا هو يعني المكان كما كتشوفوا، هذا يعني الحوايج ديال الخرده بعد التدخل ديال الشرطه اللي كان البارح. يعني مشاو لذاك الالماسين، لذاك المتجر الكبير، شوفوا هذيك الثقبه هذه، هذه الغرفه ولا ما نسميوش غرفه، هذه النافذه هذه كان يعني كيباتوا فيها بعض المغاربه. انا هي جبد واحد المراه تما، هي خارجه بالسيف ديالها، هي واحده اخرى ثاني، ها هو واحد الدري، هذا تقريبا صرح قال في عمره يعني شكدا 25 عام، شو هذا واحد اخر، يعني شوف فين يعني شي وحدين كانوا كيباتوا تما، يعني بحال السرجم، شو كيخرجوا بحال السرجم ماشي تباب، يعني كانوا كيخدموا في هاد مع هاد المغربي هذا. يعني الاستغلال الاول هو انهم كيتخلصوش يعني مزيان، كيتخلصوا بجوج الاورو تقريبا للساعه، هما يعني تشدوا كاملين، هما يعني من بعد التبليغات ديال احد السكان اللي تما في المنطقه شافوا بان كاين استغلال ديال واحد العدد ديال الشباب، ماشي بكونهم يعني بدون اوراق، لكن الاستغلال ديال العدد ديال الساعات اللي كيفوق يعني 6 ساعات ولا 8 ساعات، بل كانوا كيخدموا 10 ساعات تقريبا في النهار بدون توقف، كانوا غير كيوقفوا يعني غير ياكلوا يعني بوكاديو ديالهم كيرجعوا يكملوا. لكن الغريب ان هنا في اسبانيا معروفه المينيمو الساعه الخدمه، الساعه شو الشرطه يعني دخلت لتما، دخلوا فين كانوا، هما غادي يحاولوا، هما الشرطه خارجه، هما غادي يحاولوا يدخلوا ويصوروا يعني فين كانوا يعني مخبيين، لان شوف كانوا مخبيين. هذا المقر هذا كندير ليهم فين يتخباو، فحال شي يعني عيب وعار،
هذا يعني قال لي فاش يكون الشرطة، فاش تجي الشرطة يعني، لأنه عارف بأن ديك الأمور اللي كيدير غير قانونية. قال لي فاش تجي الشرطة يعني يدخلوا يتخباو هنا، يدخلوا يتخباو هنا. الأمر اللي يعني اللي كي المعاب عليه هو أنه كانوا كيخدموا 10 ديال الساعات، كل ساعة بـ2 الأورو بدون توقف، بدون توقف. كانوا كيخدموا يعني السبت والحد والسيمانة كاملة يعني. وقالوا بأن بعد الأيام اللي مثلا بحال السبت، الا هو مثلا داك خفي ديال ملي هو من اصل مغربي، الا بغى يوقف كيوقفها مثلا، كيخدموا نص نهار ويوقفوا، فكيلقاو راسهم بانهم هذول المصير اللي شتو هو يعني الملابس مستعملات، ذوك الحوايج اللي كيهبطوا المغرب، البال كما كنقولوا حنا، البال ولا الخرد ديال الحوايج، حوايج مستعمله. هما العمل ديالهم كان هنايا يعني، كانوا بحال اللي كيدي طايو يعني، كيشدوا ديال الصغار يديروا مع الصغار، ديال الكبار السراول، ديال النساء يديروا مع ديال النساء، ديال يعني هذه كانت الخدمه ديالهم. فيعني التصريح ديال ديك عزيزه يعني اللي صرحت للصحافه، قالت بان مثلا في حال يوم السبت اللي هو يوم عطله، اللي يعني نورمالمون هنا في اسبانيا القانون ديال الشغل بان السبت والحد اللي خدمتيه كتخدم بواحد الثمن واحد اخر، غير انهم كيخدموا غير بجوج الاورو، اللي هذا القانون ما كاينش ديال جوج الاورو يعني، هذا ما كاينش الامر هذا جوج الاورو الساعه، زائد ان السبت والحد اللي هو خص تضاعف فيه الاجره، بالعكس يعني كيخدموا غير نص نهار ولا شي حاجه، كتولي خدامه ب10 الاورو، يعني خدامه من 8 الصباح ولا من 7 ديال الصباح حتى للجوج ولا 3 د العشيه، بحرا واخده 10 الاورو. فهذا يعني كيتسمى هنا استغلال، يعني استغلال يعني اي عميل كما يكون، واخا يكون تبو راقيه، واخا يكون تبو الجنسيه ديالو، فهو استغلال. ثاني حاجه بكونهم يعني بلا اوراق، وهذه هذا الامر هذا ديال بلا اوراق ما غاديش ندويو عليه، ولكن غادي ندويو على الامر ديال الاستغلال. كما شفتوا هي الشرطه يعني كتوثق، يعني هما البال هما الحوايج يعني ديال الدراري الصغار ديال الكبار، وهذا الامر هذا يعني ديال الاستغلال. فالشرطه الاسبانيه يعني راها دارت عليه عدة حملات، كانوا شدوا بعض المستغلين اللي كيستغلوا يعني شهادة السكن. كانوا الأسبوع الفائت كانوا شدوا تقريبا واحد العصابة كذلك، يعني للأسف دائما كنلقاو بأن الأصول ديالهم مغاربة، يعني كيتاجروا في المهاجرين في شهادة السكنة، كيديرهم تقريبا ما عرفت شحال يعني، واحد العدد كبير ديال المهاجرين. في كل دار مثلا كيدير 15 للمهاجر، وكيدير ليه مثلا 300 الاورو لشهاده السكنه ولا 400 الاورو. فتقدمت الشرطه يعني الاسبانيه وشدت هذه العصابه هذه، ولقات بانهم عصابه يعني كيتاجروا خصيصا في شهاده السكنه، وما كيخليوهاش ليه حتى ديك 3 سنين، يعني كدوز 6 شهور ولا 4 شهور من بعد ما كيصايب عليه كيمشي يحيدها ليه، باش كتبقى ليه الفرصه باش انه يصايب لواحد اخر، وكيبقاو يعني يستغلوا. تخيل واحد مسكين ما عنده حتى شي ريال، كاين اللي كيسلف، كاين اللي كيمشي للفلاحه، كاين اللي كيتعذب بحال هادو مسكين مساكن، لان بحال هاد العدد هادو اللي كيتم الاستغلال ديالهم كثار هنا في اسبانيا. فاش كيمشي يصايب شهاده السكنه مسكين باش يدير بروفا وكذا، يعني كيزيد كيلقى الاستغلال عاوتاني من اللي كيصايب عليه 400 الاورو 500 الاورو في بعض الاحيان، وهذا يعني حتى الشرطه الاسبانيه تصدات ليه. هادو هما يعني هما هادو مينطين، هادو هما يعني اصحاب المحل، هادو اصحاب المحل، ودخلوا جمعيات حقوقيه في هاد الواقعه هادي، طالبوا يعني باطلاق سراح داك 25 عامل بكونهم يعني كانوا مستغلين، ويعني والقانون هنا في اسبانيا كيحمي الضعيف. شو هادو لي بال، شو هادو الكليات ديال البال اللي غادي يهبطوا يعني للدول الافريقيه، يعني شوف هو كيدخل اموال طائله، ويعني هو ما كيعطيش. شو هادو ميكات كما كتشوفوا، هادو ميكات يعني اللي كيجمع، يعني كاين الناس خدامين معاه في فارغونيتاس كيدورو يجمعو الحوايج ويجمعو لي الخردة. كما شفتو معانا هذا يعني عزيزة هاديك اللي كانت شرحت ليها، مادي من الوحدة المعتقلة، نشوفو يعني هاهي يعني هاد الصورة هاهي هنا كتبين عليها منزل يعيش فيه المهاجرين المغاربة المستغلون، يعني شو الدار اللي كيسكنو فيها يعني هادشي بالراكة. شوف يعني قالوا بان كاين بعد الشهر اللي كيبحر كيصوروا فيه 400 الاورو، رغم انهم كيخدموا 10 ساعات كل نهار وكيخدموا الاسبوع كامل، بحر 400 الاورو كيصوروا. قال لك الا صورناه. شوف يعني هنايا ها هما هذوك اللي كانوا شفتوهم، يعني المذنبين ولا المجرمين هادو، يعني الحوايج ديال البال اللي شتو. هذه يعني دخلت واحد الجمعيه ديال كدافع المهاجرين، حتى يعني كتراسها مغربيه، فقالت بان يعني خص يتم الطلق، يعني يتم طلق سراح ديال هادوك 25
ديال اللي كانوا مستغلين، وتم يعني منحهم يعني الإقامة، عطاهم الوراق لأنهم كيستهلوا الوراق لأنهم تم الاستغلال ديالهم. والقانون الإسباني كي يعني كي كيدافع على ولا كيحمي الناس الضعفاء يعني. وغادي يتم كما قالت يعني تسوية أوضاع الموظفين 25 الذي يزعم أنهم تعرضوا للاستغلال في أعمال المنسوجات العائلية. سيكون هذا أفضل خبر لمصطفى وعزيز يعني، لأنهم يعني كما قالت لأي منهما أن يكون عاطلا من العمل بعد شهور من العمل لساعات شاقة. يعني ما كيستحقوش أنهم دابا مبقاوش خدامين ولا هذا، خاص يتصايب لهم وريقاتهم ويخدموا بطريقة يعني بكرامة ويردوا الصورة ديال إسبانيا. يعني إسبانيا كونها كدافع على العمال وإلى آخره. وكتقول بأن هاد المذنبين خصهم يتحملوا المسؤولية ديالهم يعني القانونية يعني، ويتم الطرد ديالهم من إسبانيا يعني بمجرد انتهاء العقوبة يعني السجنية ديالهم، بعد ما يعني يتحاكموا ويتشدوا في الحبس هادو المذنبين يعني يتم الطرد ديالهم من إسبانيا. وهذوك اللي كانوا مستغلين يعني ياخذوا الورقات ويخدموا خدمة يعني عيش.